أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة وحصرية دائما تخص خليل إبراهيم جيهان وسيلا ترك أغلو. قبل الخضوع في تفاصيل الفيديو لا تنسوا دعمكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد وترك تعليق ولايك. خليل إبراهيم جيهان أنزل مقطعين من الفيديوهات التي تجمعه بسيلا ترك أغلو، وقبل كما يعرف الجميع أنزل فيديو والآن أضاف فيديو آخر. لماذا في نظركم خليل إبراهيم جيهان ينزل فيديوهات تجمع بسيلة في هذا الوقت على حسابه الخاص الانستغرام؟ وإذا حقا كما يقول البعض إذ لم تكن بينهم أي علاقة، لماذا يضيف فيديوهات تجمعه بسيلة؟ والله أرى أنه كأنه يرسل رسالة إلى كل محبيهم، والله أعلم، هذا ما أظن. نحن بصراحة نتمنى ذلك، وإذا كان لديهم الخير في بعضهم البعض نتمنى الله أن يجمعهم سويا، وإذا كان العكس نتمنى لكل واحد منهم النجاح في حياتهم الشخصية والعملية إن شاء الله. كما أيضا خليل إبراهيم جيهان وسيلة ترك أغلو تأهلوا لأفضل 20 شخص في نصف النهائي لأفضل وجه في العالم. أصدقائي ما عليكم إلا دعمهم بكثرة والتصويت لهم، نتمنى لهم التوفيق بإذن الله. كما أيضا مجلة صاران تدعم خليل إبراهيم جيهان وسيلة ترك أغلو في مسابقة أجمل وجه، وأنزلت صورهم تهنئهم على تأهلهم لأفضل 20 وجه مع تضمين تغريدة مفادها هذه الخطوة الأخيرة في النهائي. دعونا نصوت لهم ونترك إعجاب لهم ونعلق. كما أيضا وفقا لمعلومات الحالية وفقا للبيانات السنوية لعام 2022، يعد خليل إبراهيم جيهان هو أول وأكثر الممثلين حديثا عن الممثلين الذكور لهذا العام في الرقمية، لقد وصل إلى المكان التالي ب 112,562,325 تغريدة. كما أيضا وحسب المعطيات الحالية فإن خليل إبراهيم جيهان هو الأول في قائمة أكثر اللاعبين الذكور حديثا عن هذا الأسبوع رقميا ب 8.3 تغريدة. وسيلة ترك أغلو أيضا احتلت المركز الأول في قائمة أكثر الممثلات حديثا هذا الأسبوع بحصولها على 8.9 علامة، وأخذت هي أيضا مكانها في الصف. وكما أيضا احتل خليل إبراهيم جيهان وسيلة ترك أغلو بشخصية يمان وسحر المرتبة الخامسة ب 22,853,402، يعني الثنائي الأكثر تحدثا رقميا لهذا العام. كما يعلم أيضا الجميع أن خطيبة عثمان نزلت ستوري يوم الجمعة على أنها شاهدت الطائر الرفراف المنافس الأكبر لسلسلة شراب التوت البري. بصراحة لا أعرف لماذا تشاهد مسلسل تلفزيوني آخر عكس المسلسل التلفزيوني التي توجد فيه صديقتها، هل توجد مشاكل بينهم؟ لا أعتقد، لأن سيلة ترك أغلو إنسانة طيبة، وحتى إذ كان هناك خصام فالصديق الحقيقي دائما يدعم أصدقائه، وهي إذن لم تكن صديقة حقيقية لأنها لم تكن بجانب أو يعني في صف صديقتها للأسف. والأصدقاء الحقيقيون قليلون ونادرون، ما يبقوا معك في الأوقات الصعبة أو المهمة في حياتك، وهذا الأمر لا يختلف مع سيلة ترك أغلو، لأنها عندما كانت تواجه صعوبات مع شركة الإنتاج كراميل كان هناك القليل من يدعمونها، وكانت لديهم الشجاعة لالتقاط الصور معها، وهادو هم الأصدقاء الحقيقيون. والآن أصبحت يعني سيلة تعرف من هم أصدقاؤها، لقد مرت بدرس عظيم، بارك الله فيها وحررها من كل شر هي وكل متابعيها الأوفياء. وكما أيضا أصدقائي إذا تذكرتم في مقابلتها صرحت بأنها بكونها شخص نزيه تقول ما تعتقده، لهذا لديها القليل من الأصدقاء. وسيلة شخص قوي وشجاع ومتعلمة وتحترم الأشخاص الذين يتعاونون معها، ولا تنسى كل من يدعمها، وهي نموذج للكرامة والشجاعة المهنية. المهم أصدقائي نتمنى لها دائما التوفيق إن شاء الله في حياتها المهنية والشخصية. وإلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.